إذا كما راكم تلاحظوا معنا رانا على المباشر من حي مقام الشهيد انفجار ليسونس انفجار أحد المرائب نتاع ميكانيسيان، لا نعلم ما هو السبب. إذا كما راكم تلاحظوا الحماية المدنية بالقرب من البلدية تاع البركاي حي مقام الشهيد. حريق في مرأى بانفجار السيارات. ما زالت مخلفات الحريق ولا زال هناك انفجارات، ابتعدنا على المكان لانه فيه خطر على المواطنين، حتى الان ما حبوش يفهموا رواحهم، خطر كبير لانه مازال السيارات تنفجر. حد الساعه مازال ما عندناش الحصيله النهائيه، لا كان فيه خسائر بشريه لحد الان، ما كانش خسائر بشريه، لكن انا ما اظن خسائر ماديه. 5 سيارات في المرأب تاع واحد ميكانيسيان، انفجار لحريق انفجار للسيارات في مرأى تاع واحد ميكانيسيان. راكم على مباشر من قناة الهضار تي في من سطيف، إذا من حي مقام الشهيد بنقول من فرع بلدية البركاي. إذا المواطنين ما عندهمش ثقافة الوعي أن يخليو عمال حماية المدينة يعملوا ويبعدوا عليهم، لأن هناك خطر، مازال خطر مازال. ما تلاحظوا معنا حريق مهول وانفجارات كبيرة، عندها واحد حوالي ربع ساعة الآن. أنا في دائما مع الحدث على المباشر على قناة الهضار تي في مستيف، معكم السيدة ليلى خوي. حسب الوقائع القصه يقول لك الميكانيسيان والناس اللي كانوا مع العمال كان راحوا يتغداو وخلاو، كان هناك شراره كهرباء وانفجار في السيارات واندلع الحريق. لا لحد الان مازال ما عندناش معلومات عن الخسائر البشريه، فقط ناكدوا انه صاحب الورشه والعمال كانوا راحوا يتغداوا، لحد الان مازال ما عندناش، فقط خسائر ماديه سيارات الناس اللي يتخدموا عنده. حي مقام الشهيد بالقرب من فرع بلدية البركاي.
سنوفيكم بالأخبار بعد قليل إن شاء الله.